نروح نطمن على اخر الاجواء مع مراسلنا كريم احمد من فندق الاقامه ونرجع نكمل مع حضرتك. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. مباراه صعبه جدا الحقيقه في بطوله الدوري العام، سموحه والاهلي على استاد الاسكندريه في الجوله 23 في تمام التاسعه والنصف ان شاء الله باذن الله، زي ما شفنا الاداء المميز جدا لكل لاعبي النادي الاهلي والكابتن سامي قمصان ايضا كمان القائم باعمال المدير الفني وادائه المميز جدا خلال المباريات الماضيه. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه اليوم على نفس النهج، نفس القوه ونفس الاداء ونفس الرغبه والروح والشخصيه، كل ده ان شاء الله باذن الله نشوفه النهارده في مباراه سموحه. المباراه المهمه جدا، عندهم دوافع وعندهم رغبه وحساباتهم عديده جدا طبعا في جدول بطوله الدوري العام، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي للتحضير رغم ضيق الوقت الكبير جدا من مباراه كاس لمباراه دوري ليوم وحيد ريكفري ليوم تدريب رئيسي. فيمكن ان شاء الله باذن الله مع الظروف الصعبه اللي فيها فريق النادي الاهلي والتلاحم الكبير جدا ان شاء الله باذن الله نتخطى كل هذه العقبات ويقدر النادي الاهلي ويقدر الجهاز الفني في مباراه اليوم اداء ونتيجه باذن الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. الاجواء طيبه جدا الحقيقه هنا في الاسكندريه في فندق الاقامه مقرر طبعا بعثه النادي الاهلي، الاجواء طيبه جدا طبعا لفريق النادي الاهلي. الاستعدادات انتهت يا كابتن ايمن طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبه للتدريب الامس اللي كان مميز جدا، واضح التركيز الكبير وواضح اللعيبه اللي عارفه المرحله وعارفه اهميه كل المباريات الحقيقه. فان شاء الله باذن الله النهارده اليوم اداء اللعيبه التشكيل التكتيك كل الامور دي ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في قمه تركيزها يستوعبها بشكل كبير جدا كل اللي بيقوله كابتن سامي قمصان سواء في المحاضره او ايضا كمان تصحيح الاخطاء اللي بيكون في التدريبات. طبعا عارفين طبعا كل مباراه بيكون ليها ظروفها طبعا وبيكون ليها دوافعها الكبيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم هتساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام، لان احنا عندنا هذه المباراه هتقفل الصفحه مباشره، هتخش في بطوله كاس مصر يوم 2 تقفل المباراه تخش في بطوله الجونه في الدوري العام، فامر صعب جدا الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي. بنلتمس العذر للجميع، لكن ان شاء الله باذن الله كل توفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. القائمه يمكن اتكلمنا عليها كابتن ايمن، غيابات كالعاده طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي في ظل الضغط الرهيب، لكن بيعود لنا اكثر من لاعب اكدنا عليهم وقلنا يمكن النهارده بيعود للقائمه من جديد، حمدي فتحي، حسين الشحات، ايمن اشرف، علي لطفي، محمد عبد المنعم، عدد كبير من اللعيبه قوه كبيره جدا زي ما احنا عارفين في ظل الغيابات وفي ظل النقص العددي. اكيد بيكون امر مسعد جدا لكل الجهاز الفني ان انت يرجع لك اكثر من لاعب اللي هيكون بقى متواجد في التشكيل او على دكه البدلاء، ده امر طبعا بيترك للجهاز الفني بقياده الكابتن سامي قمصان. الامور الحمد لله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي طيبه جدا، يمكن خارج النهارده القائمه 4 لاعبين. الناس طبعا هتتكلم على عمرو السوليه، محمد محمود، محمود متولي على بدر بنون، عمرو السوليه الامور طيبه جدا مفيش اي حاجه، لكن زي ما بقول لك كابتن ايمن في ظل التلاحم الكبير جدا لابد ان انت تعمل روتيشن لكل اللعيبه، اي لعيب بيشتكي من حاجه او بيشعر باجهاد عام لابد ان انت تريحه، اي حد بيكون متواجد بيادي، الشخصيه موجوده والروح الفنانه الحمراء موجوده، كل الامور دي احنا عارفينها في لعيبه النادي الاهلي، فاي حد بيكون متواجد هيادي اللي عليه وزياده، مهما كان اختلاف الاماكن، مهما كان اختلاف الامور طبعا اللي بيطلبها كابتن سامي قمصان من عدد من لعيبه النادي الاهلي، الباك رايت، الباك ليفت، كل الامور دي لابد تادي فيها بشكل كبير جدا، لان انت ممكن يكون معاك عدد ما تشاركش وتكون على دكه قلب بدلاء، لكن ان شاء الله باذن الله كابتن ايمن الظروف والاجواء الطقس مميز جدا، التساعه والنصف دي درجه الحراره تصل ل 23، الرطوبه هتقل بشكل كبير، فان شاء الله باذن الله يكون جو الكوره بشكل كبير جدا يساعد فريق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، 3 نقاط بجديه بحماس بجمهور ان شاء الله يكون متواجد في المدرجات يساعد لعيبه النادي الاهلي في التحفيز وفي المؤازره وفي المسانده، لان سبب كبير جدا في نجاح النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه هو جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله مباراه اليوم تكون من نصيب النادي الاهلي. طاقم التحكيم بنتمنى له كل التوفيق في ادارته النهارده لمباراه اليوم، يا رب ان شاء الله كابتن ايمن بعد دعواتك ودعوات كل جمهورنا ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي ويساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا نفسه في المؤجلات الكبيره جدا يلم منها نقاط بشكل كبير جدا، وايضا كمان مباراه الكاس يكون ليها حسابات بشكل كبير خلال الايام القادمه. ان شاء الله كابتن ايمن مستمرين معاكم كالعاده ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه بننقل كل الاجواء والكواليس، تحرك فريق النادي الاهلي، وصلنا لملعب المباراه، التشكيل، كل الامور دي تكون من خلال كابتن ايمن ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.